وأيضا الاطلاع على وضع المدنيين وفرحتهم بتحرير بنغازي. ينضم لنا من بنغازي مباشرة عبر الهاتف الإعلامي عبد القادر الهلالي. عبد القادر، مساء الخير، أهلا بك معنا. كيف تبدو المدينة بعد أن تم تحريرها؟ لو تلقل لنا أجواء التحرير، فرحة المواطنين بتحرير بنغازي. نعم طبعا، بالأمس مدينة بنغازي سجلت لحظات تاريخية. الأمس هو إعلان تحرير مدينة بنغازي بالكامل من قبضة تنظيم داعش والجماعات الإرهابية التي كانت تسول وتجول فيها دون حسيب ورقي. بعد قبل قليل تجولت داخل أرجاء مدينة بنغازي، قمت بجولة بالسيارة، وجدت أن الكثير من الأهالي خرج وعبر عن فرحتهم صراحة ساحة الكيش. هناك تجمهر غفير في تلك الساحة، الكل يرقص ويغني فرحا بتحرير مدينة بنغازي. أيضا بالأمس أعلن سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر تحرير مدينة بنغازي من الإرهاب تحريرا كاملا غير منقوص. طبعا استقبل أهالي مدينة بنغازي خبر التحرير بوابل من الفرح. كيف لا يفرحهم أن استمروا هذه اللحظة لأكثر من 3 أعوام؟ الكل خرجوا للساحات والميادين والشوارع، شاهدنا إطلاق للألعاب النارية بالإضافة إلى توزيع الحلوى في الشوارع. الكل يتغنى بتحرير المدينة، الكل فرح اليوم الأمس واليوم، شيبا وشبابا، صغارا وكبارا، رجالا أيضا، حتى على تواصل الوسائل الاجتماعي. نعم صحيح، حديث الساعة هو خبر تحرير مدينة بنغازي. ماذا يقول يعني سكان المدينة، سكان أو الذين هجروا بسبب داعش، أو الذين حرموا من حياتهم، من منازلهم، من كل شيء بسبب داعش، الآن ما رغبتهم؟ هل يعني الرغبة في العودة إلى الحياة، الرغبة في العودة إلى منازلهم، يعني ماذا يقولون في ما يخص حياتهم ما بعد داعش، بنغازي ما بعد داعش، ما هي الأمال؟ طبعا مدينة بنغازي تم تحريرها بعد 3 أعوام، 3 أعوام هناك أحداث كثيرة. البعض من الذين هجرت منازلهم قاموا ببناء منازل أخرى، البعض ينوي العودة إلى منازله، ولكن صراحة الوضع البيئي داخل المنطقة مستهور حاليا، ولا من الصعب العودة إلى المنازل في الوقت الحالي. نعم، طيب فيما يخص يعني ما خلف من داعش، ماذا خلف داعش من دمار في المدينة؟ صراحة خلف ألغام، عبوات ناسفة، دمار كبير جدا، ولكن بفضل الله وبفضل أبطال القوات المسلحة والهندسة العسكرية الآن يقومون بنزع تلك الدمار الذي قام تنظيم داعش بتخليفه. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا الإعلامي عبد القادر الهلالي، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من بنغازي، شكرا جزيلا لك.